ففي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي أن الأمم تتكالب عليكم يدعو بعضهم بعضا لوليمة هي أنتم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها: هلموا هلموا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولا ينزعن من قلوب أعدائكم الخشية منكم. قال: وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. كيف تكون من القلة الصالحة ولا تكون من الكثرة الغثاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الأمة بكثرة، ولكنها كثرة غثاء كغثاء السيل. قيمتك من ذاتك، كل ما هو من خارجك ليست له قيمة حقيقية. مهما ملكت من شيء واغتنيت، فالغنى غنى قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغنى غنى القلب. فمهما ملكت من شيء فليس بغنى بالمعنى الشرعي المستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الغنى غنى القلب، مع الحصر، إنما الغنى غنى القلب. كذلك ما يكون من كرمك إنما هو من داخلك، من صفاتك، علمك، ما كان في راسك لا ما في كراسك، مع تحوله إلى عمل، وإلا كان عليك لا لك. تحقيق الفضائل الذاتية والخلال الحسنة المرضية في النفس الإنسانية مقصد من المقاصد الشرعية، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب القصر أيضا يقول: إنه ما بعث إلا لذلك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا مقصد البعثة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكرمك ما كان من ذاتك، كرم نفسك وكرم أخلاقك، كذلك صدقك، والناس يعتبرون الصدق في ذروته العليا ما كان منوطا باللسان، والحق أن صدق اللسان فرع عن صدق القلب، فالأصل هو صدق القلب واستقامته، فإذا صدق القلب صدق اللسان، إذا استقام القلب جاءت الاستقامة، وكفى بالاستقامة كرامة.